رغم عودة سوريا لجامعة الدول العربية بعد القطيعة الطويلة بترحيب عربي واسع، إلا أن الأزمات بينها وبين دول الجوار لم يتم حلها بعد، وربما تشهد تصاعداً وقطيعة للعلاقات مرة أخرى في الفترة المقبلة. فما الذي يحدث؟ عودة سوريا لجامعة الدول العربية بعد قطيعة استمرت حوالي 12 عاماً كانت مشروطة بمسائل عدة، أبرزها القضاء على تجارة الممنوعات التي يعاني منها الأردن ودول الخليج، لكن وعلى ما يبدو أن سوريا لم تتخذ أي خطوات جادة تجاه تلك المسألة المهمة والمهددة لأمن الأردن. ذلك الأمر جعل وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة يشن هجوماً لاذعاً على النظام السوري، حيث اتهمه بالعجز عن حماية وضبط أمن الحدود. لذا شدد الوزير الأردني على أحقية بلاده بتفتيش كل الشاحنات القادمة من سوريا بسبب دعم نظام الأسد لتجارة الممنوعات والترويج لها في المنطقة، على حد قول الوزير الأردني خلال لقاء له مع قناة العربية. فقوات الأسد أصبحت ترسل الممنوعات عن طريق طائرات مسيرة إلى الحدود مع الأردن إلى جانب الشاحنات التي تخرج من الأردن إلى السعودية، ويتم ضبط كميات كبيرة من الممنوعات خلالها. وأكد الوزير الأردني على بذل بلاده جهوداً في الحصول على استثناءات من قانون قيصر لدخول مجموعة من المواد من وإلى سوريا، لكن النظام السوري لا يريد إنفاق العملة الصعبة عليها على حد تعبيره. وسبق وتحدث وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن أن أكبر التحديات للأردن هو تهريب الممنوعات من سوريا، مبيناً أن أساليب التهريب أصبحت متطورة، وكان آخرها عملية تهريب تم ضبطها داخل البطيخ. وكانت آخر عملية تهريب ممنوعات للسعودية بالتزامن مع لقاء الرئيس السوري بشار الأسد في قناة سكاي نيوز عربية، حيث أحبط تهريب ما يقرب من 2 مليون قرص من كبتاجون كانت مخبأة في إرسالية وردت إلى السعودية عبر الميناء. ويواصل النظام السوري عمليات تهريب الممنوعات عبر الحدود الأردنية بكل الطرق المتاحة له وبأساليب متطورة، إذ يلجأ أحياناً إلى المسيرات الصغيرة للتهريب جواً للأردن عندما يصعب عليه تمريرها براً، وفقاً لأوريانت نت. وفي 9 يوليو/تموز الماضي تم الإعلان عن تشكيل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة أكثر من 80 دولة و12 منظمة إقليمية ودولية لمكافحة الممنوعات المصنعة وعمليات التهريب في عدد من دول العالم، من بينها سوريا التي أصبحت معملاً لإنتاج الكبتاجون.